الزمالك هو يدي بعد الكرة الحمزة الأحمر يلعب الكرة الجنبية غياب لفترة طويلة عرضية للترجي، الترجي لن يهدأ. القرماني حمزة الأحمر أيمن ذلك في الجهة اليمنى، محاولة موجودة عرضية، يعني لن يكون بالسهل أن تسجل أن تسدد تلعب في المساحة، لكن كم لقاء يرى بأن الأمور عادية طبيعية. عادت بعد ذلك سقوطة صفراء ترفع في وجه مين محمود. شوف الكرة هذه التمريرة الأولى ما فيها شيء، بعد ذلك لدينا بدران يلعب الكرة الأمامية خلف المدافعين ممتازة لك اليمين إلى الشمال والضغط الموجود، لكن أيضا أصلعت يانيس البدري بعد تدخل قطع الذي يأتي الكرة التي تلعب عالية سقوط في أرضية عادت مرة أخرى. شوف هنا لو مرت في عملية المرتدة ولد يجد النجم لكي يسد. هذه الثانية، هذه الثالثة، الرابعة، وين يا قرماني؟ ليش راح يندم؟ احنا ضيع فرصة، عليك ان تقبل. وهنا لدي كيمبي الذي تدخل من خلال الكرة تلعب عالية